يقوم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. ينذرنا محمد بجحيم مؤجل. الجحيم هنا. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. إنه لم يجد أحد بمثل ما جئت به لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولولا أن رسول الله قد نهى عن القتال لنجزته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد نهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخيرا جاء وقتك يا ابن العاص. أنظرني إلى غد فأتيك بما أستأصل به خضراء. قل لهم يا أبا حذيفة، قل لزوج أختك أبي سفيان، قل لحمومك أبي يزيد، اضربوا النكع العقوق. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب.